السلام عليكم. في حلقة سابقة من برنامج نور شو في الموسم الثاني كان في عندي ضيف أثر فيني شخصيا، تعذب، كانت حلقته كلها ألم، كلها أوجاع وكلها قهر. حلقته كانت مؤثرة، لكن للأسف ما بنحسن نقول غير رحمة الله عليه. من يومين توفي في مدينة فيينا. ما بعرف شو بدي أوجه له كلمة، لكن بقول له رحمة الله عليك. لقاءنا عند ملك الملوك، حتى نحاسب هذا الظالم الجائر اللي كان أحد أسباب موتك. أفيني أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل؟ وتعازي القناة والجروب اللي عاشوا معك ساعات كانت أليمة. ما بنحسن نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، وإن شاء الله لقاءنا عند رب العالمين تتحاسب هنيك، وراح ياخذ جزاؤه اللي كان السبب في موتك وتعذيبك وقهرك. لذلك إنا لله وإنا إليه راجعون، وبرجع بقول حسبي الله ونعم الوكيل، والسلام. جابر الرشي، من أصل سوري، جنسية من دمشق، سكان حي ركن الدين الدمشقي. طبعا نحن ما أنا شايفين شيء قدامنا، وشنا على الحيط، ايدينا ورا ظهرنا، مكتفين طمشين، مجرد بالاندروير الداخلي. السجان كان واحد معتقل مثلنا مثله، بحكم انه هو قديم كان يتحكم بالكل، تحكم فينا بطريقة عادتنا، نومتنا، اذا حكينا، اكلنا، شربنا، توزيع الحصص بالاكل. غير تعذيب النظام، كان تعذيبنا كثير، كان منه كان هو شخص مؤذي كثير. طب ما هو كان لما اخذونا على اداره امن الدوله، هذا الكلام بعد 6 شهور من تاريخ اعتقالي بالخطيب، اجى فرزي انا و 26 او 25 شخص اللي معي، ربطونا كل 8 بجنزير واحد واخذونا بسيارات على اداره امن الدوله. كان عندي التهابات وعندي مشاكل صحيه لا تعد ولا تحصى، من ضمنهم الخراجات والالتهابات اللي موجوده برجلي، وكانوا بصبغهم بدهم يحطوا لهم مفجر وانا رفضت. الشخص الثاني كان جاي دوره، من اول ضربه وهو عم يرفع ايده، هذا الشخص اللي عم يضرب، كانوا اصابعي من اصابع هذا الشخص اللي قدامنا مطرشين علي وعلى اللي جنبي. طب بدي اسالك عن التعذيب، انه هل هو ممنهج عشوائي؟ يعني التعذيب عشوائي تحت اشراف اطباء؟ التعذيب على حسب حاجته هو منك. اهميه السؤال اللي هو عم يسالك عليه، اللي عم يسالك اياه، هذا اللي بيحدد نوع التعذيب. قديش هو مصر انه بده يعرف اجابه لهذا السؤال. يعني اذا بده اياك تعترف بشدد التعذيب. بس ما في شيء اسمه تعذيب خفيف وتعذيب قوي، لانه اقل مرحله واخف مرحله بالتعذيب باشد ما عندهم. اول ما فتحت عيني لقيت حالي بمكان واطي وكثير ضيق، يمكن ما بيتجاوز ال 110 سم او 120 سم بالطول وبالعرض. هاي المنفرده يعني؟ هاي المنفرده. طبعا لا ضوء، لا هواء، لا شمس، لا ريحه، لا صوت، لا 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 شيء ابدا. كل شيء كنا نسمعه بهي المنفرده هو شيء واحد، صوت المزاج تبع الباب.